ينصح حدا يتعامل وفق هاي النظرية لسبب كتير بسيط. أول شيء بيقلنا خلينا نحسبهم شهرين تقريبا وبشهرين بيقدر نعمل شغل كتير للي حابب يشتغل. أما اللي مسلم سلفا بيقول أنه معروف النتائج الانتخابات من هلا، أنا بعتقد إيه ممكن يتصرف على الأساس، بشك أنه يكون في قوة معنية بهيك مشروع سياسي خلينا نقول مستمر ومتواصل، الانتخابات مش آخر الدنيا بالنسبة لها، تتصرف على هذا الأساس. حتى لو النتائج إذا قوة جدية، حتى النتائج ما أجت على ذوقها أو على قد توقعاتها، لازم تبني حساباتها أنه هاي محطة مش آخر الدنيا. فأنا ما بنصح حدا إذا بده يكون له حضور دائم بالمسرح السياسي أو أنه يتصرف على هذا الأساس. وأنا يعني بالعكس برجع بعيدها كمان حتى لأسباب مبدئية، نحن بالآخر بلد بالدستور بين مزدوجين بلد ديمقراطي، والحياة السياسية فيه بتتجدد وفقا لأجندة، مش لأنه هاي المحطة اليوم مش عاجبة إحدى القوى اللي بتناضل من أجل الديمقراطية وكل هاي بقيت يعني خلينا نقول المبادئ العظمى أو القيم الكبيرة، أنه لا لأنه هاي المحطة مش عاجبتها بنغيرها. لا، في كتير مهم لحيوية النظام اللبناني اللي بعدهم بيؤمنوا أنه النظام اللبناني على الأقل في بذرة ديمقراطية وفي بذرة توجه نحو دولة مدنية، بذرة أنا بعدني بقول، مش أنه لأنه أكيد هي بعد عيناي لتطلع كل شيء. أنا ما بنصحهم أبدا يقسوها بالمدى القصير والنتائج المباشرة، لا، الانتخابات لازم تصير بوقتها، هيدا التمرين لازم يتكرر، ما لازم أبدا هيدا الجسم يضعف، هاي العضلات اللي اسمها عضلات الناس أنها تروح على صندوق الانتخابات أنها تضعف ويصير بعدين عاوزنا سنين لحتى نرجع نسترجع الكتلة العضلية تبعيتها. ومرقنا بتجارب مريرة بهذا الموضوع، المقاطعة اللي حصلت بأول انتخابات بعد الحرب، بعدنا لهلأ عم نحصد نتائج السلبية. تعتبر المقاطعة يعني اللي صارت لأنه حضرتك من عاصروا تلك المرحلة، وكمان كنتوا خارج السلطة بوقتها كتجدد ديمقراطي يعني إذا بدنا نحكي بحينها، تعتبر خطأ كان قرار المقاطعة؟ لا إطلاقاً، مش ندمانين ولا لحظة، الله يرحمه، يعني أنا ما كنت نايم، بس أنه كنت في مجموعة نواب معنا برفقنا بحركة التجدد، وأكيد بطلعاتهم كان نسيب لحود. بالعكس أبداً، كان مرات كتير يكون نسيب لحود وحده بالمجلس النيابي بس يقدر يفرض الأجندة على الآخرين، يفرض الأجندة على السلطة وعلى المعارضة، وإذا كان في تلكؤ بالمعارضة ضايعة كانت تجد في كلامه وبحضوره واستخدامه لهذا المنبر كانت تجد في نقطة انطلاق ضروري كان لتستمر شعلة التغيير أو شعلة الإصلاح أو شعلة الحاجة إلى تجديد الديمقراطية. هذا هو اللي أنا بفتكر الإنجاز الأساسي اللي قمنا فيه نحن بالتسعينات، رغم صعوبة المرحلة، رغم غياب مكونات أساسية لأسباب العلاقة بتروما الحرب، غيابة عن واستنكاف عن العمل السياسي وباعتقاد أنه هي إذا عم تقاطع النظام عم بعدين كمان كان في شيء فوق طاقتها، يعني تلك الأحزاب اللي قاطعت إذا بدنا نحكي عن القوات كان قائدة بالسجن، التيار كان رئيسهم بالمنفى، يعني كان في هيدا حتى الكتائب، يعني كان رئيس أمين الجمال، يعني كان كل المشهد أنه تم إقصاؤهم. لا تقارن اليوم مع ما يجري بما يعرف بإمكانية مقاطعة سنية أو إحباط سني سوف يؤدي إلى مقاطعة انتخابات. كمان بالعودة شوي للتجربة الماضية للتسعينات، في جزء من المقاطعة كان قسري لأنه ما فيك يعني تطلب من حدا بالحبس أو حدا بالمنفى تقول له لا تعا شارك أو دعي مناصرينك يعني للمشاركة، بس كمان في جزء طوعي كان، يعني في جزء طوعي وتناول طيف واسع، أغلبية المسيحيين يعني قاطعوا بتلك المرحلة، واللي دعوا للمقاطعة نجحوا بالمعنى السلبي بهذا. بس هذا موضوع من الماضي، أنا بعتقد أنه معظم يعني دروس هاي المرحلة تم استخلاصها حتى للأطراف المقاطعة. بس كيف عم بتم استخلاصها إذا اليوم عم نرجع نسمع بمقاطعة سنية؟ أنا بفتكر ما يعني صعب الحديث عن مقاطعة سنية قبل ما نعرف درجة المشاركة يعني لاحقا، وأنا ما بحب يعني أحطها تحت هاي الخانة، هاي بالدرجة الأولى مقاطعة سياسية يعني من طرف سياسي أساسي سائب أنه حضوره هو أكثر بالوسط السني، بس أنا بحب شوفها من هالزاوية، وأنا باعتقادي هذا خطأ كتير كبير. ليش برأيك قاطعه سواء مش بس الرئيس يعني سعد الحريري مش قاطع علق مشاركة سياسية عم بلا علق المشاركة السياسية؟ أنا بعتقد أنه في متفاوت بمعنى يعني لما يقول نحن كتيار لن نشارك كأنه عم بيقول نحن نقاطع، يعني اليوم لما ينمنع أعضاء بتيار سياسي أنه يترشحوا للانتخابات هيدا جزء من مقاطعة، ما في يكون يعني بس قرار فردي أخده. أنا يعني صحيح وأنا بقول ونعكس على فؤاد سنيورة نجيب ميقاتي وتمام سلام محفظ أرقابهم جميعا أنه كلهم
دخلوا بهذه لقلك انا باعتقادي اول شيء يعني مصدر القرار هو عند الرئيس سعد الحريري، ومثل ما ذكرتي انه حصل تاثر كبير يعني لدى الاخر لسبب بسيط انه هو الطرف الاقوى بين هيدي البيئه بهيدي البيئه يعني. بس كمان درجه خليني اقول الاعتكاف او المقاطعه متفاوته جدا، يعني انا متاكد مثلا انه حدا مثل الرئيس سنيورا راح يستمر، رغم انه يمكن اثر انه لقى انه افضل انه هو ما يكون مشارك مباشره، بس حتما هو انا مثل ما عم بقرا الوضع ومثل ما عم شوف عم راقب، وهو اكد بكلامه وقت اخر مؤتمر صحفي وقال مكملين بالمواجهه وبدعم انه هو كمان حيرعى تشكيل لوائح كل شيء. فاذا هو ما فيك تحكي عن مقاطعه اطلاقا لدى هالطرف داخل هال. طيب كيف يفسر انه هن كاشخاص لم يترشحوا للانتخابات؟ انا بعتقد انه حصل عليهم ضغوط متناقضة ومتعارضة، في ضغط من الشارع ومن القوى السياسية عموما والناس اللي بيتمتعوا بوعي سياسي عالي انه انتم ما فيكم تفرغوا الساحة، لانه هيدي بتخدم اغراض اخصامكم، لانه اذا بيطلع الواحد على الخطاب السياسي اللي على اساسه الرئيس سعد الحريري اعلن عزوفه او مقاطعته او whatever شو بدك تسميه تماما بهي الطريقة هاي بهالممارسة هاي، ما انت عم تخدم غرض اول فريق الفريق اللي انت عم تعتبره انه هو اللي دفعك الى المقاطعه، فبالتالي هذا كلام مش مقنع يعني. وانا باعتقادي انه كل ما يعني داخل حتى الفريق الواحد ما في اتفاق على هذا الموضوع، والبرهان انه في ناس كانوا بمواقع قياديه بتيار المستقبل واعتبروا انه هاي المقاطعه خطا يعني فيها، فبعد بكير لنحكم على درجه المقاطعه.